احنا باسم ثانوية العباسية رسمية بدنا نقدم مشروع توريد كهرباء من البرق، منطقة البرق. أول شيء بدنا نحن نحتاج مكثفات لنخزن طاقة البرق أكيد يعني. فالبرق بينجذب بالمعادن خصوصا المحاق الحادة بتكون مروصة، فبيجي بيكون في حديد على سطح المبنى تنجذب البرقة فيها، تنزل هالبرقة بتكون موصلة بالمكثفات، هالجهة بتكون موصلة بالمكثفات. هلا البرقة خط واحد بتعطينا، بينما الجهة الثانية احنا بنحتاج خط ثاني لنشرج الكاباسيتور. هالجهة الثانية بدها تكون موصولة بالأرض أو بحيالله معدن ثاني، حيالله شيء إنه عشان يتشرج منيح. هلا نحن عنا الهدف من المشروع إنه نوفر طاقة من البترول ونخفف التلوث ونخفف كلفة الإنتاج. هلا في عنا مفتاح كهربائي، بس بدها تتم عملية التشريج، بنصل هالمفتاح ونحطه على جهة التشريج. بس انتهي من عملية التشريج بنفصل المفتاح، بتكون تخزن طاقة البرق بقلب المكثفات، نفصل المفتاح على الجهة الثانية، فبتم إنارة المبنى.